السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ هلأ في سؤال كتير بنسأله بعد ما نصرف الدواء، يعني بسأل المريض قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ يعني موضوع كتير مهم. هلأ وجبنا التنويه بس على موضوع إنه وقت بنحكي مثلا للمريض إنه الدواء قبل الطعام، يعني مو إنه ياخده مثلا قبل الأكل ب5 دقائق، لأنه إذا أخذه قبل الأكل ب5 دقائق يعتبر مع أو بعد الطعام، يعني يعتبر حتى مو مع الطعام، يعتبر مع الطعام. يعني مثلا نفترض مثل ادويه المعده والحموضه وهالقصص هاي، مثلا المفروض تتاخذ على معده فاضيه، يعني قبل الطعام، يعني قبل الطعام لازم تكون قبل الطعام بنص ساعه، تمام؟ ادويه الارتجاع، الحموضه، ادويه المعده، ادويه اللعث نفس، الاقياء، مفروض تتاخذ قبل الطعام بنصف ساعه. في عندنا مثلا ادويه كثيره مثل بعض المضادات الحيويه اللي بتتاثر بوجود الطعام، يعني ما لازم يكون في اكل. كمان بتتاخذ، في عندكم مثل الازيتروميسين، يفضل يا تاخذ مثلا قبل الطعام او تاخذ بعد الطعام بساعه ساعه ونص، لانه هلا كمان بنحكي عن مشكله بعد الطعام. بعد الطعام كمان العالم بتفكر انه خلص الاكل واخذ الحبه مباشره، كمان هذا غلط. الغرض من اخذان دواء بعد الطعام انه يتاخذ على معده فاضيه، يعني مو على معده فاضيه، يعني شيء انه ما ياثر على المعده، شيء ما ياثر على المعده، وبنفس الوقت المعده تكون يعني كانت في وجبه قبله، كان في شيء انه مليان بالمعده قبله. يعني وقت بنحكي انه بعض الطعام الدواء لازم يتاخذ بعد الطعام على الاقل بشغل ساعه زمان. يعني مثلا في عندنا مثل ما عم نحكي لكم مثل الازيترومايسين، في عندنا الدوكسيسيلين اللي هو التترادوكس والمونودوكس، ادويه الحب التهابات تبع الشباب، والازيترو ابو 3 حبات، هدول مثلا لازم بعد الاكل بساعه، يعني شيء تكون المعده شوي فضت. مثلا طبعا في بعض مضادات حيويه ادويه التهاب يعني ما بتتاثر بالاكل، مثلا تكون الفلاجيل، يعني بتاخذه قبل بتاخذه بعد، هاي ما بياثر لانه ما بتاثر هذا بالاكل الموجود بالمعده. لوغماتين قبل او بعد الطعام ما بتاثر بالاكل الموجود بالمعده. نقطة مهمة بالنسبة لمسكنات الألم، هاي النوع الوحيد اللي بناخذه بعد الأكل مباشرة. ليش؟ السبب إنه إذا تأخرنا بأخذانه بعد الوجبات الطعام أو أخذناه قبل وجبات الطعام رح يسبب حرقة وألم بالمعدة. لهيك مشان ما ننطر لبعد ساعة وما ناخذه قبل الأكل، يفضل أخذه بعد الطعام مباشرة مشان نتجنب موضوع حرقة المعدة والألم تبع المعدة. ما ننسى إنه في أدوية أصلاً بتكون بتحب الوسط الحامضة تبع المعدة، لهيك بناخذها بعد الأكل كمان مباشرة. مثل ادويه الفطريات، حبوب الفطريات، والادويه الديدان كمان، كلها تم ناخذها هي بعد الاكل مباشره. هاي انسب وقت لاخذانها لو بيمتص الجسم بالكامل، هي بتحب الوسط الحامضه تبع المعده هي الادويه. يعني ادويه الديدان اللي هي مثل الاندازول، الميبندازول، ادويه الفطريات بالكامل، هاي تفضل تتاخذ بعد الاكل مباشره لانها بتحب الوسط الحامضه. في عندنا ما ننسى انه في ادويه ذاتها نحن بناخذها الصبح على الريق بكير، يعني قبل الطعام حتى بشغل الساعه، يعني اللي هي مثل ادويه الغده، لانه بيمتص الجسم بالكامل تماما، بس صار في اكل، او حتى لو اخذناها بعد الاكل بساعتين او كذا وغيره الجسم بيفقد قسم من امتصاصه. يعني فلهيك مهم تنويه على موضوع انه مثل ما حكينا انه قبل الاكل يعني يكون قبل الاكل بنص ساعه، بعد الاكل يكون بعد الاكل بساعه او ساعه ونص. في عندنا موضوع كمان ثاني مهم اللي هو انه في شغلات بتتاخذ مع الاكل، اللي هي اللي بتكون غالبا الانظمات الهاضمه او الادويه اللي بتتاخذ مع الاكل، قسم من ادويه المعده، يعني اللي بتكون مشاكل المعده بسببها، يعني مشاكل المريض مرتبطه باكله. يعني فالادويه اللي بتعالج مشاكل المريض اللي مرتبطه باكله غالبا بتتاخذ مع الطعام، يعني مثل عم نحكي الانظمات الهاضمه بتتاخذ مع وجبات الطعام، تمام؟ بتتاخذ مع الاكل او قبل الاكل، بدايه الاكل قبل ب5 دقائق. عندنا كمان دواء الامرين مثلا، ونفترض دواء السكري، ادويه الانسولين، هاي طبعا ما ننسى انه بتتاخذ قبل الطعام يعني بنصف ساعه، يعني وجب التنويه كمان عليها انه ادويه السكري الخافضه، طبعا مو الخافض مع المنظم، مرات الخافض مع المنظم بفضلوا الدكاتره انها تستخدم، اذا كان دواء الخافض منظم بحبه وحده مرات الدكاتره بفضلوا انه يستخدم بعد الطعام، ولكن طبعا بعد الطعام لسبب انه المنظم مرات بيعمل لعث نفس. ولكن وقت اللي بتكون ادويه خافضه لوحدها، خافض بدون المنظم، يفضل انه تستخدم قبل الطعام بنصف ساعه، حتى اقلام الانسولين، في عالم بتفكر انه ما بترتبط بالطعام، لا، الانسولين كمان يفضل تضرب حقن الانسولين على معده فاضيه بتتاثر بالطعام الموجود بالمعده هاي الحقن، فيفضل انه تتاخذ قبل بنصف ساعه
وان شاء الله ما اكون نسيت شيء يعني بهالموضوع هذا، بس ركزوا على المعلومه هاي قبل الاكل، يعني قبل الاكل بنصف ساعه، بعد الاكل خلوها بعد الاكل بساعه على الاقل بيكون انسب. ما عدا بعد الاكل في ادويه حددت لكم اياها انه هاي بعد الاكل مباشره، مثل مسكنات الالم مشان ما تسبب حرق بالمعده، ومثل ادويه الديدان والفطريات هاي بعد الاكل مباشره. وحددت لكم الادويه اللي مع الاكل شو هي، واذا نسينا اي شيء فيكم تسالونا بالتعليقات. وسلام.